الناس الموجودة لهنا لأنها جات نيابة على 28 مضرب ولأنها جات نيابة على قائمة فيها 700 واحد ولأنها والأهم من هذا جات نيابة على 700 ألف بطال في البلاد. وقت جايين من باب الخضرة صدقوني جاء في ذهني مشهد وراه ماهوش بعيد في الأيامات هذه خمس سنين تالي راه الناس حكيت على كوثر العياري راه 8 جانفي خمسة سنين تالي هي اللي شدت فك الجرياج انت الشباك انت عم بطحت محمد علي التشغيل استحقاق يا عصابة السراء التشغيل استحقاق يا عصابة السراء. نحن اليوم عملنا دعوة إلى تحرك في القصبة إلا أنه رفاقنا المعنيين بالقائمة والمعنيين بالملف في جهة صفاقس وفي جهة قفصة في جهة سوسة سيدي بوزيد ومكناسي في برشا جهات الرفاق تحركوا عملوا وقفات احتجاجيه امام مقرات الولايات والمعتمديات ونحن توا معناها باش نساعدوا لانه 23 يوم من جوع رفاقنا والحكومه هذه معناها مازالت ساكته ماهيش متجاوبه معانا. الناس هذه قالت بحكم الوضع الصعيب للبلاد وانه فما تحويرات وزاريه وكذا تم تاجيل الموعد وذهبوا بعيد رقم من هذايا ويقول لك مازال الوقت ما له علاقه بالملف هذايا ومازالوا يحكيوا بالتسويف وعلق ضرب الجوع وحبس تحركات الى ننظر وهذايا مش جديد معناها جمله المقولات ولا جمله الاجابات اللي اعطتها الحكومه في الفتره اللي فاتت كل كانت كلها تصب في السياق هذايا لكن احنا مازلنا متمسكين في علاقه بالمطلب هذايا ونعرفوا المطلب نشرا راهو هذوما يحبوا يمشيوا يخدموا وياكلوا الخبزه بعرق جبينهم مش بالسرقه مش بالنهب مش يمشيوا للحرقه مش يمشيوا للرهاب يحب ياخذوا الكشاف الكل وهذا حقه واكثر من هيك نسلط عليه مظلمه هيئات دستوريه تعملت هيئات هاي هيئه الانتصاب هاي هيئه بن سدرين هاي سمير ديل وزير حقوق الانسان هاي درا شنو جرح الثوره هاي درا شنو هي مسجين وعداله انتقاليه واسمع وجيب منغاتي ومليارات تتصب على الملف هذا ونحبوا ننسوا وشباب الثوره ونحبوا الشباب ونحن الشباب تكذب ينشطوا فينا شيء يا لحبيب الصيد راك تك تك هاو الشباب مطيش لنا بلاش خدمه وحتى معناها ولو انه توا معناها دخلوا زوز من اعضاء اللجنه الوطنيه لانصاف قدماء الاتحاد العام لطلبه تونس واتحاد اصحاب شهادات المعطلين على العمل الى رئاسه الحكومه الا ان نحن متاكدين انه الحكومه تعاملت معاها مش باش معانا نحن ومع ملفنا مش باش يكون جدي خاصه انه هي معناها سكتت 23 يوم وكل مره بتعلى والعبيد بدات معناها ديجا عندهم تقرير من وزاره الصحه انه عندنا اكثر من 10 حالات معناها مهدده بالموت عبيد معناها طلبوا من اللجان الطبيه باش يحلوا الاضراب الا انهم هما مازالوا صامدين مازالوا واقفين ومطالبين بحقوقهم. اخذينا خيار ضرب الجوع لانه تقريبا اغلقت في وجوهنا كل السبل وعملنا المسيرات وعملنا تحركات وعملنا وقفات احتجاجيه في كل اطر التعب معناها تمثل الدوله المجلس النواب والقصبه وغيره. بقى لنا كحل وحيد انه ناكلوا من اجسادنا ندخلوا في ضرب جوع وفي تقديري انه القضيه هذه سيتم انصافها عن قريب. الوجوه هذه هي اللي كانت قبل 14 جانفي والنجوه هذه هي اللي كانت تناظر في الجمعيات وهي اللي كانت تناظر في النقابات وهي اللي كانت تناظر في الشارع. اليوم ثم سياسه نتاع عقاب لكل من قال لا للنظام القائم. شادي شادي في تشغيل المفروزين شادي شادي في تشغيل المفروزين.